السوشيال ميديا، وطبعا انت عارف الحقوق بقى دلوقتي، الحقوق يعني احنا كقناة بنحاول نجيب الحقوق باقصى ما نستطيع، لكن الدنيا ماشية ان احنا مفيش ماتيريال كتير عندنا. الموضوع ده بيسبب لك انت قلق، طبعا بيسبب لك صعوبة، طبعا تغلب عليه ازاي؟ بنغلب عليه بشغلنا، يعني ما بنحاولش ان احنا نطلع بره الاطار اللي احنا شغالين عليه، تمام؟ لان بيبقى في حقوق، والحقوق دي بتبقى ملك الناس، تمام؟ فاحنا ما بنحاولش نتجاوز. بس الموضوع ده صعب عايز جدا طبعا، موضوع الحقوق على الديجيتال عموما موضوع يعني كمان بيسبب اخطار للسوشيال ميديا او البيجز اللي انت طبعًا بتشتغل عليها، طبعًا لان انت مش من حقك خالص تستخدم اي حاجه مش حقوقك. هو برضو هنرجع ونقول ان المشاكل متشابهه، انت لما يكون عندك مفيش ماده معينه وانت في الاستوديو بتاثر عليك شويه في كفاءه الكونتنت او المحتوى، ده برضو شويه بيضايقنا او بيضايق علينا في حته ان مفيش محتوى معين او حقوق لماتش من الاهلي او كده. طبعا بنتمنى ان يبقى فيه لقناه النادي الاهلي، نتمنى ان يبقى فيه حقوق عندنا، ولكن هي نفس التعامل اللي انتوا بتحاولوا تتعاملوا معاه وانتوا اللي بتتعبوا فيه اكتر، لان انا في الاخر برضو في منطقه الهوا او البرامج انا ببقى مرايه بتعكس شغلكم ومجهودكم، بنحاول بس نبروز حاجات معينه او نشوف النيدز بتاعت الناس او نقطع الحلقات. عندنا طبعا بقيه التيم ناس بتشتغل على التيم. قول لي التيم عشان ما ننساش برضو التيم كله. انا حابب طبعا اشكرهم كلهم يعني، ومحمد ووائل مسؤولين عن المحتوى والكابشنز، ويندا مسؤول عن الديزاين، وتامر هو المسؤول عن اليوتيوب مع محمد عبد الله. هم يعني هو بصراحه شكر ليه جدا، لان هو اكتر واحد شايل هم موضوع الحقوق، وموضوع انت عندك لو في فريم واحد مش بتاعك الفيديو أكيد كامل أكيد ممكن يتيك داون او حق صاحب الحق يعني بالزبط. فده بيبقى تعامل انت بعد ما التسجيل بتاع البرامج ده كله بيحصل فلتريشن ليه، بيحصل استماع ليه، طبعا بالتعاون مع الاعداد بيبقى في السكريبت او كده، بس برضو في مجهود ان انت ازاي تقدر تطلع مقطع يستخدموا او يشاهدوا جمهور اليوتيوب وهم يبقوا مبسوطين، يقدر يطلع ترند. وبالفعل احنا في فيديوهات كتير جدا بتطلع ترند عندنا بسبب حاجات زي كده يعني. اكيد اكيد اكيد. وانت ازاي بتطوري